معاك هذيك ما جاوش معاك رجلي يديك دايرين بحال شي ركبه. انا شوفي التنمر، راسي داير كي الصعق، راسي داير كي كنفخد. والله جد يا اختي بنادم ما كيحشمش بحال انا، النهار كله وانا نلصق في الضفار كنفهم فيهم. وانا قلت لك، انا ريري فيا تنهضر معك هذا بنتي. وقلت لك واحد النهار حيت طلعت معك شي ثلاث المرات حيت انا وياك امي، واحد النهار عاوتاني قلت لك راه تيسالني ابراهيم مول الماكياج شي 83 درهم ولا 86 درهم، عقلتي؟ هادي عقلت عليها، ام دراج دار معاك داك الكريم والو ما باقي ما مشيتش عندو كاع ورا سيد سليمان. وشوفي صرفيهم لغه بوسان. ويلي ويلي الراجل مزوج، ويلي الراجل شلح. والله لا قال لا. شلح راه شلح شلح، شوفي شلح في المدينه ومالش بعد. كتلقيه شلح باركه على طيط الجيط فاش داكشي باش كانوا كان حنا شلح حاكمين المغرب عارفوا الحرام اش داير. غالبا خلصت الكريدي صرفهم للحانوت. قلتي لي سيري خدمي في الكابلاز، نتوما راه الكابلاز قريب ليكم. ومالكي ما خدمتي؟ الكابلاج ما قاداش باقي، انا مشي بغيت نخدم شي حاجه فهمتي. الكابلاج يهلك ليا صحتي، اصلا انا ما عندي صحه وانا ضعيفه وانا على قد الحال، ومشي نخدم في الكابلاج كيفاش غنولي؟ حاجه وحده اللي ما كتهلك الصحه. تخسرت الهضره حدايا مالي نطار وتتفرجوا فيا عائلتي وخالاتي. باين العرب نتفرج فيك عائلتك دايزه في الله العروسه. كدير مزيان بعدا انت كرجعتي لفرنسا وصلتي مزيان كيبقى فمك خوتها. نوضي ضربيها نوضي صرفقيها نوضي، راكي ساكنه عندها راه باقا كتصير عليك يا المنتي. نهار جيتي من البلاد راه هي اللي كتصير عليك، نادا تخرجي قلت لها نقشي نوضي نوضي. لا نوضي نيت، لا نوضي نت فيها. دابا قول كيف شيتي كيف بقيتي من فمك بعد درستك كيف بقات؟ صافا راني كناكل الدواء. كتاخذ الدواء ولكن دابا واش هي طاحت لك كاع؟ لا طاحت منا غير النص ان شاء الله، يطيح لك انت النص. او ها انت تدعي عليا انت يا طايحه حالتك ب 24 عام وفمك طايح، واقيلا كديري ليه. راه هذاك داير بحال لا سيد. دابا راه هاد البنات كلهم الصغارات كتلقاي فمهم راشي. باش نقول لك باش ديري ميوت باش نقول لي باش. المهم وداك الماء كيوسخ السنان وكيرشي السنان كلها، تلقى عندها 24 عام فمها طاح. صافي الناس يشللوا فمهم ببامبوش يا مصحبه مصبحه على اللبن كاملين فمهم راشي. جالس كيخسر في الهضره ولا داير والله جالس نعم صيفات تما حدا البحر. صوت هذا الموضه عرفتي مازال هذا الموضه جديده ولا خصو يجي؟ لا قال لك كيعجب، باش كيعجبك برا ولا لداخل غناخذو نجبدو لك الزيت كلشي. قال لك والو تا هو الكشكوشه هاي على جنسينا دوري ميا. اللي شافه بيدير بحالها، اللي شافه في السيريو نجيبو وراقة كتقلب ريح. هاي بيبي. هاي بيبي سافا سافا توحشتك. تا انا قلت لهم مني وش مات ما شتا. راني شتك ما عيطتش ليا قلت كيتسنى يشدني لايف. انت حره يا اختي ويلي على امك بصحتك وراحتك. ولكن شفت واحد الميساج صيفطيه لشي ناس. شنو هما؟ ايوا شوف انت والله ما عقلت غاقولي ليا. لا شفت انا من صيفطيه اوديو. لا ميساج مكتوب وكملتيها باي. مولاك سمع دار ليا رياكت على ستوري ديالي وانا نكتب له كون هاني كيما تا واش مات انا غنوشي ما في التمر وغنصيفط لك الدالي. اي الى غا على الوشام انا وشام اسماعيل ما نفت ونحطها ياك وشام وشام وغير وش مصطفي خليته لكم صافي دغيا صافي. ويلي ولاش واش ما الله غلطة نخلصها غالية. ها ويلي دغيا هانت هاج قلت لكم راه هذا ماشي قلب عندها راه كارفور قدام البلاد ما كيتحل. كنضحك معاك غير كنضحك معاك كنبادل. انا فوق يا اختي وتا هو راه شرا لك نجمة في السما.
نجمة وبالسما. وانت صبحتي واشمة شرا لك نجمة بالسما ولا غدلي صبحتي واشمة؟ نو مش على النجمة. علاش انا عرفتي علاش وشمت اسم يونس؟ فغا سميتو اسماعيل، سميتو غا اوريجي ميتاسيون. نو صراني عارفة ميتا شو واحد ما كيعرف سميتو زعما. علاش هو ما يمشيش؟ قولي له يمشي يشم يوشم كي ميتا. المهم خليني نكمل لك علاش اشنو اللي خلاني نوشم سميتو. هو ان شي ناس ولو كيدخلوا عنده وتيكتبوا لي بلي كيميتا راه عندها صاحبها طالياني. اوكي وانت غير في تيك توك، هو ما كيفهم الزعمه العربيه وداكشي، وانت دايرك غير في تيك توك. وانت هي مجرد باش تعطي دليل سقتي واش ما كاع دليل براءه. ها ويلي اختي، واخا نكون دليل براءه واخا يكون غير ما نديرش هادشي. ها ويلي حالتك. والمهم راه كيبقاو شامتي اصلا واش ما انت راكي واش ما شاينه واش ما واش ما في ظهري واش ما في رجلي ما ولكن جامي وشمت سميت شي واحد. واش كاين شي حاجه تستحقي توشم؟ الله يمسخك. واي مش خاك ويلاش عيبنا واحد الزين راه غطفي البوله غيمشي، ولكن ارى لي فاش تحطي يدك واخا تكون البوله مطفيه ما تشوفيش فيها تحطي يدك في الله يا رب. تقولي الكنز وتنعسي وانت مطمئنه، هذيك هي النفس المطمئنه، تنعسي وانت شاد. والله راه راك يعطينا الامانه البنات، الا نعستي حدا شاعر رام حطي يدك كتجيك النعاس تسويت ياك. هو البنات ما عرفتش تسولهم هما. انا عزبه عزبه سكت عمري قال عليك عزبه دابا اسمعي. والله غير سعدات واسمعي المان. ايوا درتي هاد اليومين شتك غابره، ولكن ما نكذبش عليك نقولك الصراحه هاد العلاقه بديت كنمل منها ياك دغيا. ورا اصلا لا عرفتي علاش؟ حقاش انا درت مجهود. اوكي درت مجهود باش انا لانني انا بصح بغيتو. اوكي وكنت زعما صريحه في هاد العلاقه، كنت صريحه بزاف. هو لا ولكن من واحد الجهه اخرى ما شفتش هذاك الشيء اللي بغيت. راه قلتها لك ديك المره فاش كنا مع ديك البنت، قلت لك فاش كتمر ثاني انا خاصني نشوف. فهمتي خاصني انا ما تشوفيش لحقاش انت سباقتي، كان عليك تسناي حتى تشوفي عاد ديري. انت راكي درتي صافي دابا ضمناك راكي كتبغي انت نايضه كاع واش ما ايوا ويلي راه صافي السيد راه ضمن مشيتي فيها. معليش ماشي معليش كتوقع في احسن العائلات. بحالي حتى انا خطات، حتى انا خطات فاش مشيت حتى انت خطاتي. معليش من الخطا يتعلم شكون بصح. معليش معليش يجيب لك الله بنيتي شي واحد يقدرك، ولكن الا قدرتي راسك راه ديفو في مالكاش خاصك لينا هذا التلاوحي في علاقات ديال الانترنيت خاصين في الواقع. الزينو الكيميتا بيلوتشي ولا برنسيس وما عرفت شنو في الاخر كاع تجاري مع واحد داير تقشيره في راسو مهبلك. الله يبخا يكون دير مو ماشي هاكر. عزيز عليا انا عزيز عليا ولفته ما كاينش حاجه ولفته تحب لك. ومش اش ولفتي هذا راه حب هذا. اسمعني اسمعني ولفته يعني عجبني. نو 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 كيفاش كيهضر معايا كيفاش كيعاملني ما كيخلينيش مقلقه كيبغي ديما يتصالح معايا. ماشي حب هذاك اهتمام، انت خاصك اللي يهتمك. انا انت خاصك تطلق هذيك الاغنيه ديال اليسا انا مريضة اهتمام ما بديش. شتي راه الشاب العربي كودار معك هاد اللقطات غدا لقاكي واش ما الشاب العربي هنا. انت كتقلبي غير الاحتواء الاهتمام فهمتيني. لا 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 اسمح لي يا مولينيكس انا كانت عندي علاقات علاش عمري ما وشمت شي واحد كنت معاه؟ لحقاش ما كانوش كيعاملوك بهذه الطريقه. نو ويلي انت حمق من نيتك. انا صاحبي الطالياني كيفاش كان كيعاملني؟ انت مسطي. انت كنتي باغاه عربي ويعاملك بهذه الطريقه، ما كنتيش باغاه طالياني، كنتي باغا تلقاي هاد الاحاسيس مع عربي. سكتي خليني انا شفتو باش نشوف الاحاسيس. هادشي غير عن بعد يعني عن بعد فقط، يعني باقي ما كايناش شي حاجه في القرب هنا فهمتي. هذيك التباته باش دخلك وداك الشيء رسم لك كيميتا نو ما كيتحركش وداك الشيء قلتي واو عرفتي ديك ديالنا كيموت على الراجل التاب. عاودة عاودة مونينيكس عاودة ثبتها بديك لغة الأصنام كيميتو
مازال كنيتا ونحب كنيتا فتل ديك نحبها طالعه بارده من فمو كاع ما كاع ما انا ما تيقتهاش بقى غير تطيخه واه كنيتا كنيتا داك الاسلوب ولكن السبب الديفو ماشي منه الديفو منك انت انت اللي تسرعتي هو راه باينه فيه ثقيل كيبغي ياخذ وقته باش يدرس العلاقه انت جيتي بغيت تزربي عليه هو راه باينه فيه من الكاركتر ديالو ثقيل راه هاكر عرفتي شنو هو هاكر راه كيجلس 6 سوايع باش يحط لوجيسيال مثال ياض الماهر ثقيل لوجيسيال تما باش تشارج ساعتين ديرها مثال يعني تعاملي معاه بلا حتى هاكر ديالو بشويه عليك وراه ما يبدا معاك العلاقه حتى لديسمبر او مايا نايا معليش ادموني نيكس كيفهم بكل شيء انا بغيت نوشم السنه هاد السنه هاد الموديل هذا هذيك نفسها الرسمه هنايا كل واحد يرسم تقولي بالي تقوي شوف نقول لك واحد الحاجه موني نيكس انا ما ندمتش حقاش وشمت ولا شي حاجه مي ما من كايناش شتي غير ملي كتقولي مي راه ندمت ما كاينش غير ثاني جواز ديالي لا شوف والله ما ندم انني وشمته قسما بالله بالعكس انا هذاك الشخص بغيته احترمته قدرته سبقته على كاع الناس اللي كانوا عندي زعما في يعني خسرت دائمين على قبله اوكي دائمين كبار خسرتهم على قبله ناس بلوكاوني لانني انا اعترفت به زعما وليت تنبغيه وداك الشيء مي انا ما شفتش هذاك الشيء فهمتي لي انا كنت باغا منه انا ما كنت باغا منه حتى شي حاجه هي انه يحترمني واخا انا ما كيناش انا فقط كيهمني الاحترام ماشي انت غتطلع مع وحده غتسولك واش انت سينجل غتقول لها اه نو 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 هذه غلطتي وهذه اللي وقعت غير دابا دابا وصيفطت لي ماما اللايف هاي دابا مصيفطت لي ماما اللايف كنت طالعه مع شينا في الكاس وماما صيفطت لي اللايف شوفي صبرين نقول باش نحلوا هذه المشكله ها شوف شي هاي ماما صيفطت لي اللايف دابا كنت طالعه مع شينا صيفطت لي اللايف قالت لي دخلي تسمعي ماماك مسكينه تاي مثال ما عرفاش بلي هذا حب تاعي خاصه باش تبين لي انا مريضة انت باش تبين لي زعما باش سينجل سينجل راه بالطليانيه جايز فهمتوا ماشي مشكل هانيه ماشي مشكل ما موقع والو عادي نورمال غيمشي كلشي عادي غيكمل كلشي عادي نو ما حسيتش بالشمت علاش غنحس بالشمت صافي عادي نورمال كلشي كيمشي عادي الله على بنتي الله يقوي عليها قلبها سير يا اسماعيل مان الله يعطيك شي كيلو ديال الحمان لا الله على بنيتي مسكينه شو وافق لي باقا صغيره مسكينه ما شافت ما تشوفت عاودي لي سيدي اسماعيل مان انا بغيت كيما لابس التقشيره ديال الصباط ولكن شوفي لا فوت ديالك فهمتيني راه هو كاين باينه فيه ماشي سيريو كاين باينه فيه ماشي معقول انت اللي خديتي الموضوع بجديه وراه كان كيضحك راه بحال مشارف شي كاميرا خفيه راه كيتفلى راه كانت باينه راه انت اللي ما شفتيش كيفاش ما شفتيش راه باينه فيك انها كيضحك واش هذاك بنظرك هذاك شخصيه تاع المعقول كون بغى معاك المعقول نيت وباغي شي حاجه كاع ما يخليك هنا ديك الحرش يقول لك كيميتا نحي الفيديوهات اللي انت لابسه دو بياس سمعني نقول لك شوفي نو نو شوف مولينيك نقول لك واحد الحاجه انا تعرفت عليه في تيك توك وماشي زعما بزاف باش تعرفنا هو ديما تيقول لي حيدي الفيديوهات ما تلبسيش العرف في اللايف ديما تيقولها شفتي يقولوا حتى في اللايف ماشي زعما ما تيقولهاش شي يقولها ولكن ما يمكنش راه كل حاجه كتجي بيانو بيانو ماشي اللي باغيك هذا هو الاول يعني راه غتولي صورتو مع صورتك زعما في نظر المجتمع هو واخا داكشي انت اللي كديري راه عادي راه ماشي شي حاجه مي هما كيشوفوا عره وداكشي يعني غيحاول يصلح صورتو وصورتك هي الاولى يعني كاع ما يبغيكش تبقاي طالعه تمايا ما كاين لا حب مزروبه عطاك للراس ياك ما تبع راه انت نو كنا اخر همي هو الدعم دابا واش انت مريض توقيش اويلي ما تبانيش منكسره جايبه قلبك في الاول ماداه وفي الاخر فاش ردوا لك تبان خصك تكوني شخصيه قويه ما عاش من يرفضني راه خصهم يتمناو كيما شي تمنيهم بهاد الشخصيه تاع بوهرقاو هاد الشخصيه تاع هرقاوه خصو هو يتمنى يهضر معايا هاد اسماعيل الطز
دار تقشيره فوق راسو ويجي انا يا اختي ما عرفتش علاش درتي هادشي في راسك. مع كامل احترامي ليه انا ما شفت وجهه باش نقول لك شنو عنده شنو ما عندوش. مي مالكش خاصكي اويلي سيد سيد اسماعيل ما خصو يشد الصف مع الناس لانه انا واش ما في يدي ودايره ريح قايمه وشاد. شكون هو اسماعيل مان اللي في ليله ونهار ديتيه؟ راه انت اختي اللي نفختيه. فاش كنفخو شي نفخه كتفرغ عنا في وجهنا بق. انت اللي نفختي اختي اسماعيل مان. حنا ما كنعرفو مسكين ما دار لي والو غير كندرس الحاله ديالك. علاش قدمتي كتر ما عطيتي؟ فكما قلت لكم في العلاقات خصوصا العلاقات العربيه وعقليه الرجل العربي ما تعطي لا ما شديتي. الا عطيتي راه اللي عطى الاول. ولكن فاش كتعطي فاش كيعطي الرجل الاول المراه الاستقبال عندك يكون حقيقي لحقاش المراه فاش كتبغي. خلينا من دوك الطماعات وداكشي. انا كنقول لك الحب فاش كتجي تستعمل الحب كتستعمله حقيقي. قليل اللي كتكذب بحبها قليل اللي كتستعمل كتبان نصابه وكتبان البروفيتوزا اللي كتبغي راه هي كتجبد من جيبها كاع ما كتسناك تعطيها. يعني فهمتيني؟ اما الراجل الا جاب لك الحب في الشك لذلك تسنيه حتى يبين لك هو كيبغيه. هو يدير لك المبادره هو يبان كيتزعط فيك عاد ديك الساعات انت دخليه في راسك وخدميه. واش انت دخلتيه قبل الوقت وصافي فاش دخلتيه صافي سيطر لك على الحواس جا لقاك في واحد المرحله نيت خاصك غا باش تعمري ولقيتيه هو واهتم بك واحد شويه مع انت اصلا الاحساس ديال انك ماشي هي ما عرفتش هذا الاحساس هو ماشي حقيقي ولكن انت كتحسي بك كتحسي براسك منبوده. ما تقوليش لا كتحسي براسك انك كاين الناس ما كيبغيوكش بزاف واخا المقربين وداكشي بزاف تصرفاتك. فاش كتلقاي شي واحد كيبين لك شويه الحب كتلاحي كلك كتولي باغيه لحقاش ما لقيتش داك الحب اللي خاصك من عند هذوك اللي مقربين لك. عندك واحد الحرمان كتبغي تعوضيه بالزربه داك الحرمان قديم. ممكن معليش شكون خصك تكوني قويه وتعرفي تفرقي ما بين حبك وعقلك. انت داخله هنا فاش الشخصيه جايبها مرات نزار شاينه دارت استفتاء قالت لكم هاد الشخصيه جايبها واش من مرات نزار اختيار الاول من شاينه الاختيار الثاني. والله معليش كلشي تانت عادي كوني قويه يا الهبيله. وانت فاش جيتي هنا دخلتي للتيك توك راه ماشي قلبك اللي دار المود باس راه عقلك. يعني هنا في هذه الشقفه هذه ما كنجيبوش قلبنا الناس ما كنعرفوهمش. قلبنا ملك لينا ما يمكنش انا نمد قلبي الناس مور سلوكه قاسين مور اكرون شخصيه وهميه ما عندها حتى علاقه بالشخصيه الحقيقيه. تحب لك اسماعيل مان في الحقيقه هو هذاك راه غير انت الهبيله جبتي شخصيتك الحقيقيه وحطيتيها هنايا على نيتك انت جالسه كتبغي من نيتك. واش كاين شي واحد كيبغي في السلوكه يا الهبيله؟ نو عودي هذا الحب حبي نفسك كوني انانيه ودي شويه التكبر حسي براسك شي شويه راه كتبان ما في الحقيقه. والله ما انا ضعيفه وحنينه وداك الشيء اللي في قلبي على لساني انا ما تنقدرش نمثل فهمتي. انا انسانه هكا دايره صريحه هكا دايره هذه الحاجه اللي هذه شوف هاد الحوايج هادو كتبقى تسبني عليهم امي انا كتبقى تسبني كتقول لي فيقي عيقي تعلمي راه ما يمكنش لك الحوايج بحال دابا انا بغيت ندير شي حاجه كنقولها كاع الناس ولا كنقولها كاع اصحاب فهمتي تتقول لي امي نو انت ما خدامش لك. هذه راه ماشي شخصيتك هذه ديال اللي كفينا الهضره بزاف. هذه الشخصيه ديال بوحد كبروا في مجتمعات عاديه وحقاش ما كانش وغير سمعيني خليني راه انا فيا حنا ما كانش عندنا السسبنس في حياتنا قليل فاش كنسمعوا الخبارات ولا دار كان عندنا الملل. فاش كنبغوا ناخذ شي قرار كنتجهروا باش نقولوا العباد الله لحقاش غير باش نكسر الروتين فهمتيني. فرحانين بالخبارات كاع ما كانوا عندنا الخبارات كانت حياتنا ممله ما كاين والو. فاش كنبغوا نديروا شي حاجه السسبنس ماشي بحال الناس اللي لاباس عليهم عندهم المشاريع داروا كيسكتوا. اما حنا بوحدنا تنقولها لكل شيء. شوفي الصراحه ماشي عيب حتى انا صريح ولكن ضعيفه اللي قلتي ما خصكيش تكوني ضعيفه ما عندكش الحق تكوني ضعيفه. الضعف ماشي ميزه. شوف نقول لك واحد الحاجه مونينيكس اقسم بالله الشيء هذا الاحساس اللي حسيت به دابا من جهه اسماعيل والله ما كنكذب عليك الا بصح تقريبا شي 5 سنين دابا ما حسيتش بهذا الاحساس كاع من جهه شي واحد 5 سنين تقريبا غير شوف الوقت اللي جا فيها وقت غالي. انا كنت
كنت زعما تنقول ماشي مشكل، واخا هو زعما ما غاديش يبين ولا ما غاديش يدير عادي نورمال. كنت ديما انا تنقول انا ماشي مشكل، خاصني انا نبين، فهمتي؟ خاصني انا نبين، ماشي مشكل عادي، سير سير سير. مي شي حوايج كيضروا، فهمتي؟ اقل حوايج وكيضروا. شنو كنتي كتسناي من هاد العلاقه انتيا باغ اكزومبل؟ كيفاش شنو كنت كنتسنى؟ شنو الافاق ديال اي علاقه كتشوفي فيها افاق؟ شتي مع ولاد جوجي به؟ نو حنا دابا ما وصلناش لهداك الشيء. المهم كنتي دايره هاد الحاله فراسك بحال جابك دا، حسستيني بحال البرتقاله المره، بحال جاب جا كنتسناو الدفع وما جاوش وغتحمقي صافي. السلام عليكم. عليكم السلام. راه حتى هاد رده الفعل هادي رده الفعل ديال الضعفاء. قال لك سينجل يا، قلتي سينجل، وحتى انا من دابا سينجل، ورجع لحياتي العاديه والنشاط والضحك صافي. ما صدقتيش درت مجهود وشمناك تاعك، كبرنا بيك، عزلناك وسط الناس، درناك شاشيه فوق الراس، ما صدقتيش. انزولي سمح لي يا خويا، انت تمشي تقول لعباد الله سينجل، وانا واش ما قدر نقول لعباد الله انت مولا مولا افكاري؟ ما بغيتش اخويا، وعززيها دفعي كبير كاع ما يجي يشوفني بهذه الشخصيه وندمع. وانا حسيت ما حسيت، كنت كنحبو فقط بحال خريت وساليت. ديزولي، قول انا الحب راني كتحكم فيه، انا اللي كنعطي بالمقدار، ماشي سحب لك الحب هذا واد اسبو اللي جا تكسبو. نو صافي بسلامه. تردت فعلنا خصها تكون بحال شخصيتنا. بسلامه. انا ماشي قويه بحال هكا، ما نقدرش. وراه ساهل، راه غير انت ما باغياش. شنو مستافده انت؟ انت تدخلي مثلا يومين ولا ثلاث ايام ديال الاكتئاب والجماع رده، وتبداي تفكري وترجعي للميساجات وتزخنني وترجعي للاوديو وتبقاي تزخنني يومين وتشوفي في ذاك الوشام، ها هي صافي ساليتي وترجعي لحياتك العاديه. اللهم الشنطن، ما حد قال له البياسه سخونه. فاش كتكون البياسه سخونه كيلصقوها الدور بحال ميكانيسيان في ذاك اللي كيدير الفيلو. فاش كتكون شي بياسه كيسخنها قبل ما تبرد كيلصقها، وما تمشى حتى بردات كتحل، خليها محدة سخونه. لصق هذا هو يجي مراكي ويجي خليه هو يبقى يهضر عليك في اللايف. هو كاع ما مسوق قاسي بنيط ولا قاسي هاكي شي محلابه. الله على بنيتي تهرس لها قليبها. ماشي مشكل، شوف انا ما يبقاش فيا الحال، انا مادام صافي سمعت هادشي هدايا. معليش معليش هي الحال، ولكن غادي نضر شويه. يضر هو، علاش ضر انتيا؟ مالك انت؟ علاش ديما الحلقه الاضعف هي اللي كتضر؟ العلاقه راه فيها جوج، على انت ما كتسوي والو هو ما يتاثر. شكون هو باش انا نضر على قبله؟ شكون هو اللي انا نتاثر هو ما مأثرش؟ شكون هذا اللي انا نحبه هو ما يحبنيش؟ شكون هذا اللي انا نعطيه قيمه هو لا؟ واش انت دابا اللي عطى الله عطاه نبقى ما يذكر؟ ايوا هي نوقف على رجلي وما نبينش انني ضعيفه قلبا ونخدم عقلي. السلامة والكار مشى عليا، ديك اسماعيل مان رديها سبايدر مان. سير عندك اللي كيمشي ميقلبها لك تما تيردها سبايدر مان ودوني دانايضة، قول لهم راه كنت مزعوطة في سبايدر مان. وبكيت عليك وبكيت عليك وبكيت عليك وبكيت موني نيكست الله يرحم لك الوالدين، غادي يصبحوني في كل شيء يبقاو يقولوا تتبكي عليه. وردة على وردة قالوا ماذا جرى، قلت انا لامي ما قلبي مجروح، كيا على كيا قولوا اسماعيل اللي مشى وخلاني واش قلبو هاني. وردة على وردة قالوا ما دجرا، قلت انا خصني نبكيها ولا باس مسكينة؟ نو نو بلا ما تبكي، كوني دموعي دموعي راهم واقفين. لا لا كاع ما حاجة تستاهل تبكي، فاش تخونك صحتك ولا تخصك شي حاجة من صحتك، اما تبكي على البشر، البشر الكرة الأرضية فيها 8 مليار، لأنه دانا واحد يهبط لي هذا ربعة تاع الدموع اللي عندي، الدموع راه بالحساب. ياك ما يسحب لك عطينا تما واد ولا بحر، راه عطينا شي 5 يترو ديال الدموع خصك تبض فيها مزيان، الا مشاو تنشفوا لك عينيك بقاي تبكي من زكوك. نمشي نشف انا عليه على بابا لاطيت. شلتك من قلبي من عقلي من فكري وبالي، ما بيمرق صوتك ولا وجهك حتى بخيالي. ندير لك هذه اغنية شكرا. موني نيكس دابا شوف، ما عمرك شفتيني تنبغي شي واحد بهذه الطريقه، ودابا تستغل دابا دوك الرنات ديال القلب ديالي كتمشى فوق بحال
عرفتي دابا كيفاش كنحس بك اموني نيكس بحال فاش كنتي كتشطح بهذيك ديال الا لقيتي احسن مني سر بحال كتلعب ليا كتشطح. لا 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 والله والله انت عاطيه الموضوع اكثر من حجمه. بصح انت عطيتي الموضوع اكثر من حجمه عادي كتوقع في احسن. والملكه سميتي هذيك اللي كانت ديال الانجليز ديك اللي دارت كسيده في باري ملكة ديانا أنا ولا والملكة ديانا ورجلها خاينة بقاتي غانتي يا بيا أكون شي كيتخان. الحمد لله مازال ما داخل الدار وما كنتي معولات باش عدو الجزائر والأفكار تاعك تالك. أنا من الأول قلت لك هاد العلاقة تاع السلوكة قولي نيك صافي عافاك صافي بليز صافي خلينا نقلبو الموضوع ولا هضرني راسي. أنت اللي قلتي أمك صيفطات ليك ما أنا قلت شي حاجة. يلا أصدقائي دعمونا جايز كبسو كبسو صافي قلبو لنا الموضوع غير الموضوع فوالا قلبي الموضوع. اسماعيل ما نصيفط لي سبع باش ندافع عليك. دابا خصني نستغل الوضع نمشي عند اسماعيل ما نضرب في الخاص. اي احلامي تتحقق على انا الحاجه اللي حطيت فيها عيني والله لا تسوقرات غوري لي راني كنضرب في الخاص مشيتي فيها. اللي حطيت فيها عيني اموني ميكس يا اما نخليها البلاد وملا ما تصدقش مبادر هذاك المشرشم هذاك اموني ميكس نو صافي ما نبقاش فسميتو اصلا. مهم دابا نقول لك في الخامس ديري اللي بغيتي فهمتي باش دابا في اللايفات وهادشي صافي نبقى مرة هكا الا نزلت شي بوست وصافي ماشي لايف هكا كل نهار وداكشي. وعلاش اش فيها اللايف وا مونيريكس وهاديك ما اختلغت نوضي تخدمي ايه بحال هداكشي غندير واحد المشروع والله الا كون غادرتي شي ماركه ديال كيما هذوك اللي دايرين الماركه تحسن منهم جمعي داكشي اللي جمعتي وزيدي شي كريدي. فوالا غنديرها في المغرب واحد الشركه دايره نفس البرودوي ديالك غير انت السميه ديالك مبدله عليهم فقط. طبيعه غنيه بالمستحضرات كل مره كيخرج مستحضر شحال هادي ارغان كاع ما كانوا كيخدموا به تبان لهم فينا مال هما بقاو كيما هما كل مره تيخرج برودوي جديد شحال هادي الباب ديالك داك اللي جاتك تبرونزيت اللي مشيت للبحر شويه وصافي دايره بحال ديك غريبه اللي ما خلاوهاش في الفران ما بان عليك برونزاج شحال عندكم الشمس اليوم 32 ماما ميا والله الا سعداتكم خاصه الماكب زاز الكيميكا والله اليوم كيتواعر الجو. عرفتي شنو كون غادرتي برودوي ديال السوتيانات ديري ماركه السوتيانات ديالك واه مونيكس واش انت ضروري تخلي شي نوطه اللي تبقى تابعانا حياتنا كامله صافي سكت اصاحبي. لا سمعي خصك تستغلي داكشي اللي عندك بزاف يا زين ديري. ما عنديش غير ما ديرش الشنعه ما عنديش ديري عند الله سبحانه ديري سوتيانات كيميتا ماركه سميتها كيميتا بحال هكا بحال مونغو.